عامل الناس بالستر ليسترك الله، كما أنك إذا عاملت الناس بالرحمة يرحمك الله، عامل الناس بالستر يسترك الله. وانشغل بنفسك واترك الناس، اترك عيوب الناس، اترك عورات الناس، لا تفرح بالمنظر المسيء، ولا تفرح بالخبر المسيء، ولا تفرح بفضيحة أحد، وبذلك تكون صافي النية، طيب السريرة، سليم النفس، وتقبل على الله وقد رضي الله عنك. والستير صفة يمن بها الله على عباده، فهنيئا لمن كان لهاته الصفة أثر في حياته وأقواله وأفعاله.